مرحبا، جلسة اقتصادية ومالية جديدة مع حسن فواز. مرحبا حسن. هاي موريس، كيفك؟ يعني بحلقاتنا السابقة حكينا عن وضع اللبناني، حكينا عن الشركة كمان، والأهم حكينا عن الأسواق المالية العالمية، حكينا عن المؤشرات، حكينا عن المعدن والفضة، واليوم نستهل حديثنا بالنفط، كرود. النفط عدة تطورات تحكمت بأسعار النفط بالمرحلة الماضية. أولاً سياسة أوبك بمواجهة انهيار أسعار النفط وتعديلها لمستويات الإمدادات بالعالم، ما عاد وعطى دعم لأسعار النفط هي بدء تخفيف إجراءات العزل بالعالم والإغلاق نتيجة فيروس كورونا. خلينا نقول إنه تطورات بمنطقة الشرق الأوسط، كمان الاعتداءات اللي صارت على أرامكو وغيرها بالسعودية، وأيضاً المخاوف متعلقة ب الوضع بليبيا. توقعات اليوم كلها رفعت توقعاتها، خلينا نقول مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها للطلب على النفط للمرحلة المقبلة. وين بتشوف النفط الكرود بالمرحلة المقبلة؟ بطبيعة الأحوال تخفيف اللوك داون وإعادة فتح الأسواق العالمية كلها رح يزيد الديماند على النفط، هذا شيء طبيعي. هذا الديماند تعرف بفترة البانداميك كلها كان ديماند واطي، كان ما في ديماند على النفط مثل ما بيكون عادة. بتعرف الطيران، شركات الطيران وقفت تطير، شركات الشحن خففت تشحن، صار في كتير عوامل أثرت على ضعف سعر النفط، لأنه الطلب والاستهلاك وهذا اللي شفناه من كم شهر لما نزلت close to zero أسعار النفط، لأنه فعلا الديماند كان واصل close to zero close to zero، صار عندنا فوائد بالمخزونات كمان، صار تكاليف عم يتحملوها كمان، صارت أغلى أنه تحتفظ بالنفط، كلفة التخزين صارت أغلى من ما تبيعه ببلاش. يعني وصلت لمحل أنه وصل نيجاتيف بي one of the expiry dates تبعه. طب هلأ وين بتشوفوا اليوم؟ يعني الناس راهنوا نرجع نشوف مستويات ال 80 و 90 وال 100، البعض قال لا لازم بعد ننتبه لأنه الموجات كلها المتعلقة بكورونا ما انتهت، ولكن تطورات جيوسياسية بعدها عم تعطي دعم، لأنه منطقة الشرق الأوسط هي منطقة منتجة أساسية للنفط بالعالم، وخاصة في نقطة مهمة جدا يمكن لازم نحكي عنها، هي عودة المفاوضات مع إيران وبدء تخفيف الاجراءات والعقوبات عن ايران، هذا بيعطيك كميه اضافيه من النفط بالعالم. هلا هيدا القصه، اتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران معناتها تدهور لسعر النفط، سعر النفط ما ممكن يطلع بهذه الاجواء، لانه بصير عندك فائض كبير بالنفط اللي موجود بايران، لانه طبعا ايران دوله منتجه، خاصه اذا بلشوا يخففوا جزء من العقوبات المفروض عليها بشكل كبير. ونعرف نحن اليوم انه النفط الايراني بينباع بالسكندري ماركت، خلينا نقول باسعار ديسكاونتد برايسز كثير كبيره. بالعكس لما يصير في اتفاق بين الحكومه الامريكيه وبين دوله ايران، هذا الشيء بيساعد انه نخفف من سعر النفط. هلا بطبيعه الاحوال في عندك تو بلايرز كثير مهمين لازم تنتبه لهم بموضوع سعر النفط، هم السعوديه وروسيا. الاتفاق السعودي الروسي هو محافظه على سعر متوازن من النفط، كرمال طبعا هذا بشكل دعم لميزانيات الدولتين، لانه ميزانيتهم قايمه على النفط وعلى سعر، يعني عم نحكي اوقات 60 70 80 دولار حسب طبعًا. عند اي سعر تحدد الميزانيه طبعا. هلا بتخاف لقدام انه الحكومه الامريكيه ممكن تزيد من استعمال او تبلش، خلينا نقول استعمال النفط اللي موجود عندها اللي هو هلا انتابت لليوم. هيدا الشيء ممكن كمان يشكل تدهور، لانه اذا اليوم فرضوا غير دول انه يخلوا اسعار النفط عاليه، هيدا بيعني انه امريكا رح تنجبر انه تستعمل البرودكشن اللي عندها. هيدا الشيء بيشكل سترين على اسعار النفط عالميا، هون بيصير عمليه جيوبوليتكس. يعني قد ايه صار سؤالي انطلاقا من هون، قد ايه صار اليوم النفط هو سلاح بالملفات الجيوسياسية؟ أنا برأيي هو سلاح أسهل من الماضي. نحن اليوم بتطور بالعالم، تطور إيجابي بموضوع الطاقات البديلة،
انا برايي من هلا ل 15 20 سنه ما راح يكون عندنا نفس الحاجه للنفط اللي عندنا اياها اليوم، لانه بحكم التطور الالترناتيف انرجيز، يعني مثل ما بيقولوا هيدي الالترناتيف انرجيز ممكن بكثير محلات تغنينا عن استعمال النفط، خاصه مع الطاقه البديله اليوم، طاقه كهربائيه والغاز طبعا طبعا كمان. بدي انتقل للعملات، خلينا نحكي شوي عن اليورو الدولار والجنيه السريني. ببدا باليورو، كريستين لاغارد بتقول رئيس البنك المركزي الاوروبي انه رغم حملات التلقيح اليوم وعوده بعض الاقتصادات للنمو، ولكن المخاطر ما زالت موجوده، ضغوط مستمره على عده اقتصادات بالقاره الاوروبيه. صح. اللي نعرف دائما نحن الاقتصاد الاوروبي باي مرحله تعافي بياخذ وقت اسرع من تعافي الاقتصاد الامريكي او حتى الاقتصاد الصيني اللي يمكن انه يكون تغلب على ازمته. قديش اليورو اليوم بعده تحت ضغوط كوفيد، وقديه بده وقت لنرجع نشوف لا رجع سلك مسار الارتفاع؟ انا برايي اليوم نحن في مشكله اقتصاديه كبيره باوروبا اكثر من غير محلات بالعالم. ازمه كورونا خلقت ولدت احساس عن بعض الدول الاوروبيه انه هن دول اوروبيه من درجه تانية، خصوصا بالتعامل مع البانديميك اللي صار، وكيف الاي سي بي دعم دول بشكل معين ودول تانية باقل. هلا هو صار في خلاف وقتها بالاتحاد الاوروبي انه صح دول الجنوب تدعمها دول الشمال، وبنعرف هذا الخلاف التاريخي اللي موجود. وطلع رئيس صربيا بمرحله من المرحله وقال نحن تشاينا اللي ساعدتنا والاي سي بي واليوروبيان كونسل ما لقيناه، وصار في كثير كلاشز بهذا الموضوع. انا برايي خروج المملكه المتحده من اليورو رح يكون اتوز مثل كيك ستارتر ليطلع كثير دول وراها. يعني اليوم ما ننسى انه اليمين عم بيسيطر بايطاليا فور اكزامبل، حتى عم نشوف التوقعات بفرنسا يعني 100%، واليمين رايح تقدم اليوم ماري لوبان. لوبان هي رح في لها حظوظ كثير كبيره انه هي تستلم فرنسا. اليمين سيطرته على دولتين كثير مهمين باوروبا هن فرنسا وايطاليا، بيعني انه نحن ممكن نشوف يتاكزت مثل ما نقولوا فريكزت، لانه لهالدرجه لانه اليوم اليمين ما بيامن بيكون قاعد تحت امبريلا، بيامن بالباور انه هو يكون قادر يحكم بلده بالترمز تبعه، لانه ما تنسى هذا يمين. فهني هذا الفكر الاجريسيف خلينا نقول شوي بالتعامل موجود عندهم. نحن اليوم بدنا ننتبه لهيدي العوامل اللي كثير مهمه. انا برايي شكل الاي سي بي كاي سي بي بالفيوتشر بده يتغير. اي دونت ثينك انه هي سستينبل بقى لاوروبا انه تضل بنفس السياسات الاقتصاديه. وبرايي في كثير دول ممكن تخرج من اليورو زون. اليورو خرق ال 120، رجع عم نشوف مستويات ال 120 وما فوق حتى. اي مستوى لازم نراقبه؟ انا برايي ما عنده كثير روم اليورو ليطلع، لانه نضاف الاقتصاد الاوروبي ما بيساعد اليورو انه يطلع، وخصوصا السياسه التحفيزيه اللي متبعينها الاي سي بي ما بتعطي اليورو كثير بوش. هيدي الطلعه بهالفتره لليورو كانت بسبب خطه التحفيز الامريكيه اللي كانت موجوده، ما كانت بسبب قوه اليورو. للمستقبل ممكن نشوف ليفلز تبع 1.23 1.24، بس اي ثينك من هونيك ما في سكوب لاعلى. يعني بعتقد حكينا عن الدولار لما حكينا مع عن الاسواق طبعاً الامريكيه، ولانه مربوطه اكيد، وخاصه بس حكينا عن الذهب. ولكن النقطه الاهم اللي بتهمني هو الباوند. اليوم خليني اقول انه بريطانيا دخلت باسوأ ركود لها من 300 سنه. كانت بدنا نقول معقل اساسي لتفشي الوباء، اليوم عادت الحياه تدريجيا تنطلق ببريطانيا. بعض البيانات منها شفنا بيانات تتعلق ب البطالة، بيانات تتعلق بالصناعات، في بعض الإيجابية. الباوند استفاد من هيدا الموضوع. صح. وخلينا نقول إنه باوند حتى خرج كومبليتلي من تبعات بريكزيت، يعني صار وراء للبريكزيت. بالعكس I think بريكزيت ساعدت الباوند إنه يقوى مش يضعف، وشفنا هذا الشيء بسعر الباوند وراء البريكزيت، لأنه أول شيء التيرمز اللي أخذتها المملكة المتحدة كانت كتير فيفربل بالنسبة للترمز اللي كان على أساس متوقع أنه تأخذها. اليوم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة تقريبا أخذت الترمز اللي كانت هي أخذتها لما كانت موجودة بقلب الاتحاد الأوروبي، وبنفس الوقت سهلت عليها كتير أمور فيها تعملها بفتح
على اسواق جديده بالعالم. واي ثينك هذا الشيء رح يساعد بزياده الطلب على الباوند، لانه صار عندها مجال المملكه المتحده انه تنفتح على اسواق جديده ما كانت تقدر تعملها بظرف الريستريكشنز اللي كانت موضوع عليها، خاصه هلا الاتفاقات الثنائيه اللي عم تعملهم مع الدول. صح صح, صح. صارت 1 تو 1. فاي ثينك ممكن ان ذا فيوتشر نرجع نشوف الاسعار الباوند المتعاهد عليها مقابل الدولار اللي 1.5 1.8. كنا شفنا ال 52 54 كمان حتى كمان. سو نقدر نتوقع مزيد من المكاسب للباوند بالمرحله. طبعا طبعا طبعا. بموضوع الامنيات، لانه حكينا عن الدولار ولكن ما فيني غيب عنه، بيبقى الدولار مرهون باي عوامل اليوم؟ الدولار مين اللي از افكتد بكميه طباعه الدولارات اللي تصير من الحكومه الامريكيه؟ هذا الموضوع كثير بياثر على الدولار، على قوه الدولار. انا ما بتصور انه الحكومه الامريكيه لها مصلحه بتقويه الدولار، لانه they can simply print more، يعني هذا شيء طبيعي. اليوم هن من بهمهم اكثر انه هذا البرينتينج يروح من المطرح الصح بالاقتصاد، ما يروح يعني يعمل تضخم لاسعار اسيت كلاسز ثانيه ما خاصه باليو اس اكويتيز. هن الهدف تبعهم انه هذا الدولار يروح ليحسن البوزيشن تبع الشركات الامريكيه، يساعدها بقدراتها التمويليه لتقدر تخرق اسواق عالميه اقوى. اليابان في خوف من دخولها بموجة جديدة من البانداميك، اقفال عدة مدن طوكيو أوساكا وغيرها. الين الياباني يعتبر من الملاذات الآمنة بالأسواق، صح. مثله مثل الفرنك السويسري. هول العملتين وين بتشوفهم؟ ما بلاقي في تغير كتير كبير بأسعارهم، لانه بنبقى وين على اي مستوى؟ بنبقى بالرينج اللي نحن هلا موجودين فيه. الفرنك السويسري دائما رح يتراوح بين 0.90 ل 0.94 اي ثينك، بينزل بيطلع شوي. أوكي. وهو تراديشنلي اصلا دائما بحافظ على هالرينج المعين بحكم سويسرا وطريقه ادارتها كدوله وسطيه بالعالم بكل الازمات. يعني بالنسبه لليابان، اليوم البنك المركزي الياباني دائما بهمه انه ما كثير تقوى عملته، فدائما عم بيضخ ين ياباني بالسوق لانه ديماند عليه عالي، تحفيز مستمره يعني الطبع عندهم مستمر، لانه بدهم عم بيحاولوا دائما انه يجاروا الحكومه الامريكيه بالضغط تبعها، وخاصه هن بهمهم انه عملتهم هذا الضعف اللي بضل عندهم هو لتعزيز تنافسية صناعات. طبعاً لأنه بلد مصدر، بلد منتج، عندهم شركات كتير مهمة على المستوى الإلكتروني وعلى المستوى الصناعي، فهذا الموضوع ما مش من مصلحتهم أبداً إنه سعر الين الياباني إنه يكون قوي، يعني مهمهم يكون أضعف. إلى أي مدى، لأنه الحلقة المقبلة راح بتكون عم نحكي عن ديجيتال كارنسيز، عم نحكي عن الكريبتو كارنسيز، إلى أي مدى العملات الافتراضية والعملات الرقمية والعملات المشفرة أخذت جزء من الشهية إلى الاتجاه نحو العملات التقليدية خليني أقول، وهل أصبحت العملات الرقمية هي بديل عن العملات، وهل يمكن تكون تتحول إلى بديل بالمستقبل؟ طبعا، لأنه نحن إذا بنشوف اليوم ندرس الايدج جروب تبع الأشخاص اللي بيستثمروا بالديجيتال كارنسيز، ان الايدج جروب اللي طبعا تحصيل حاصل يكونوا تقريبا تحت 30. هيدا هاي الفئات العمريه اللي تحت 30 هي اللي عم تدفع بسعر الديجيتال كورنسيز بالصعود، والمستقبل لها. يعني الجيل هو القادم، هذا الجيل هو اللي بيقدر ياثر على صعود هيدا البرايس، لانه هو مقتنع فيه. اليوم تعرف الديماند على الديجيتال كورنسيز من هذا الجيل اكثر بكثير من الجيل اللي هو فوق الأربعين، واللي بيعتبر يمكن بمرحلة معينة كتير منه أنه البيتكوين is a scam، الديجيتال كورنسيز رح أحكي عنه هلا. خليني بكل الأحوال الحلقة المقبلة اللي بعد هيدي الحلقة رح نخصصها للبيتكوين للديجيتال كورنسيز للكريبتو كورنسيز كمان. بدي أختم هون بموضوع العملات، بموضوع الأسواق اللي كنا بلشناهم بجزء الأول من الحلقة السابقة. شكرا لك حسن فواز. Thank you موريس. إلى اللقاء. باي باي.